اعطيني سندويشة فلافل على كيفك، قلت لي اللبنات الله يرضى عليك. بدك اياها بقدونس ولا بالبقدونس؟ ها؟ بقدونس ولا بالبقدونس؟ بقدونس. يا اخي وطي صوت المسجل شوي، خلينا نفهم على بعضنا. لا تعذب حالك يا استاذ، لا تعذب حالك، ما بيسمعك. ليش لحتى ما يسمعني؟ شو اطرش؟ ايه اطرش المسكين، ما بيسمع بلوك. طيب ما زال الزلمه اطرش، ليش حامل مسجل معي صوت الاخي؟ قال مشان يتفرج على صوره المطرب اللي على الشريط، هيك مخه. شو المعنى؟ وإذا ما شبعت شو ساوي لك؟ روح يا قطع عمرة، صرت آكل ثلاث سندويشات يخرب بيتك، ما أسألك. ولك روح لعند بياع هالنيفا اللي ورانا، خلي يساوي لك شي سندويشة راس أو سندويشة لسانات، بركي بتسند هالمعدة شوي. ولك روح نقلع من وشي أوام، يلا! يا ميت اهلين وسهلين بهالقامه وبهالعين. امري وتبني مدام. قد ايه كيلو الخيار؟ ولا همك، ما بنختلف، اطلبي انتي. لكن زلي 6 كيلو بس، نقي لي اياهم صغار اعمل معروف لانه بدي اكبسهم مخلى. على راسي، هات كيس يا ولد. لك اطفي المسجل لك شاكي، مو وقت الطرب بهالشو. شي لا حبيبي ما حزرت، روح افرقنا بريحه طيبه، قال بده موزه قال. طيب ليش ما بتعطيه؟ حرام. الله وكيلك يا مدام، اذا اعطيته هلا موزه بيتم رايح جاي لعندي كل يوم عم يسقل لي موز. خود السلالك بهالجزره، بس دير بالك على اسنانك. شو؟ ابن ناقص، شحاط ومشارط، وين صارت هاي؟ معلش مروان، اعطيه موزه وسجل علي، خطي. امرك مدام امرك. اه يعني خد لك موزه حساب المدام. لك حبيبي قالت لك موزه موزه موزه، مسيك الله معك. لك شو عم يعمل هالقفل البلور؟ لك يا سامي اطلع صفر ما يوصفه اطلع. حاضر معلم. لعمك اليوم على هالغلاظة؟ بيقلك معلمي روح من هون، روح هلا بجيب لك الشرطة. ويمي داخل على البلور هلا بتوصفه. مرحبا. اهلا وسهلا يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شو طلبك يا أنسة؟ تفضلي أموري يا ميت، أهلا وسهلا، تفضلي. بدي أقلب جاتو ظريف على ذوقك لو سمحت. تكرم عينك يا ميت، أهلا وسهلا، بس بقدر أعرف شو المناسبة يا ترى؟ ما في مناسبة. ما في مناسبة، عم بدك تاخديه على البيت؟ لا بدي أخده معي على الجنينة. أنو جنينة؟ على الجنينة اللي هون. بس شو علاقة الجنينة بالجاتو؟ قصدي أقول لك إنه شو المقاس اللي بتريديه يا أنسة؟ لأنه عندنا مقاس كبير ومقاس وسط ومقاس صغير. اعطيني اصغر قياس. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا، بس عفوا انسي بدك يا كريم ابيض ولا على شوكولا؟ لا على شوكولا. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا، دقيقه بس. لك خلصنا بقى، شو صار لها؟ لسه بتشرب؟ يعني إذا المي حساب الحكومة ما بتشبع؟ ولك حاجة تشرب، هلا بيطق بطنها. لعمة، شو خابية؟
بالظاهر اكل شنجليش شنجليش حتى عطشان كل هالقد. يا اقول لك خلصنا بقى، شو الفيجة ملك ابوك؟ طيب خليك متحي وانا واقف، انا رح اخذ المسجلة وامشي. ماما شو بدك حبيبتي؟ تعالي معنا على الألعاب، الصبيان الكبار ماما خلونا نلعب. استني شوي، هلا بتجي نوال وبتاخذكم. ليش وين راحت؟ راحت تجيب لكم جاتو. ماما ما بدنا جاتو، لا بدنا نلعب. وانت كمان بدك تلعب؟ ايه ماما بدي العب. اصبح كل واحد منكم بياكل قطعه جاتو وبعدين تروحوا بتلعبوا، منيح هيك؟ ماما الله خليك، خلينا نلعب بعدين ناكل جاتو. مرحبا ماما. اهلين نوال. ماما الله يرضى عليكي، حطي العلبه من ايدك وخدي اخواتك خليهم يلعبوا شوي. طيب خليهم ياكلوا جاتو بالاول. معلش مو مشكله، بس يخلصوا لعبه بياكلوا برضاي عليكي. بالله شو، اي والله لما كنت قدكم ماما ما كانت تلبي لي طلباتي بهالسهوله، بس انتم مدللين وعلى شو ما بعرف. لك انت بتضلي حبيبه امك ولو صار عندي 10 اولاد. يلا حبيبتي يلا. لك اهلين اخي ابو احمد، الله يعوض عليك. الله معك حبيبي. مع لك فهمت عليك، والله فهمت عليك، بدك بطاريات المسجلة. طب هات حقهم. وين حقهم؟ هات حقهم وخذ البطاريات. ولك حبيبي انا ماني فاتح الدكان سبيل للرايح والجاي، فاتحها حتى استرزق. بقى اذا بدك بطاريات روح جيب حق البطاريات وتاخذهم. ولك انت ليش بدك بطاريات المسجلة؟ انت اطرش بقى، شو فرقاني معك اذا كان فيها صوت ولا ما فيها صوت؟ تزعل ناس عجرم؟ يا سيدي خليت تزعل هي وهيفاء وهبه ورويد عطيه، مو مشكله بنبقى من صالحك معهم. قال يعني كتير فارق معهم اذا واحد مثلك سمع اغانيهم. خير حبيبتي؟ شوفي اخي فادي وقع من على المرجوحه وعم ينزل من راسه دم. قولي على قامتي، كيف صار هيك؟ مين الفج براسه ماما؟ لا امي لا تخافي، جرح بسيط. وهلا شو رح تساوي؟ راح اخده على المستوصف حط له ضماد. سبيني انت ورشا على البيت ما بطول. يلا امي تاكسي. قرب قرب، حي الله قطعه ب 100 ليره. قرب عنا بنطلونات جاكيتات كنزات سلوكات، حي الله غرض ب 100 ليره. قرب يا صفران، اكسي ولادك ب 100 ليره بس، جيب عيالك لهون تفضل لعنا، حي الله غرض ب 100 ليره. اهلا وسهلا، حي الله غرض ب 100 ليره. اهلا وسهلا، تفضل تفضل يا اخي يا اخي، تعا قرب وجرب قرب. أهلي شاكر، شلونك اليوم؟ شاكر الله يرضى عليك، فرقني بريحة طيبة، تركني اتسبب. بدك بطاريات؟ ايه اروح هلا وبكره بشتري لك بطاريات. حل عن سمانة بقى، بكره بشتري لك بطاريات، قلت لك مالي فاضي لك. انا عم تبرد بالليل؟ ليش انت وين عم تنام هالايام؟ عم تنام بالحديقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يلعن ابو الفقر وعيشته. ايه ابو شكر، هاي المحل قدامك، نقي الجاكيت اللي بيعجبك ولبسه.
ولا إلك؟ هاي سترة أمريكية مستوردة قبل الحصار، يعني صار حقها غالي هلأ، ومو فرقة بيني وبينك. ما بتحب العسكري؟ الحق معك. طيب روح نقي، هاي الجواكيت قدامك. هلا هادي اللي عجبك تضرب انت وهالذوق. على كل حال مبروك، وهلا روح من وشي ورجيني عرض كتافك. لك على شو عم تبحبش بين الاواعي؟ مسجلتك؟ ليش وين حطيتها؟ طول بالك طول بالك، انا راح ادور لك عليها. لك لا لا تاخذ مسجلتي. لحظه دقيقه شكر هدي دقيقه. لك حاططها تحت البدله العسكريه خود، لا بقى تضيعها. ارجيني عرض كتافها. Laura, where are you? Yes, honey, I'm coming. Come, take a look at this. Oh my God, what is that? Terrorism is spreading all over the world. And you heard about the bomb they found yesterday in a big restaurant, unexploded. So we have to be very careful nowadays, huh? Oh honey, don't be so overcautious. We already live here in this country more than 10 years and nothing happened at all. This is a safe country. And all people here are peaceful. And they love us, and they hate violence. In spite of all what you say, I'm not at ease. 20 days ago, I noticed a black car who followed me wherever I went. Oh, honey, believe me. It's your imagination. No, it's not just imagination, Laura. I'm afraid that there are some people here who want to take revenge from our country through me, because I am the ambassador. Oh my God, it's nonsense. Do you need anything, honey? No, thank you. Yes, hello. Do you speak English? Very good. I need to speak to the security officer in charge, please. Thank you. Yes, good morning, sir. I am Henry Stain from the embassy. Exactly. I think there are some nasty destroyer people who planted a bomb in the garden in front of our residence in the embassy. Yes, sir. Yes, exactly.
I appreciate it, sir. Believe me, I'm very quiet until the bomb explodes. Thank you very much again. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. مقدم وائل سيدي، احترامي. مقدم وائل أخو. ألو، مرحبا يا مقدم وائل. احترامي سيدي، أهلا وسهلا. اسمعني منيح يا مقدم وائل، هلأ إجانا بلاغ من حي السفارات بأنه في شخص مشبوه وضع قنبلة بحديقة الخمس وردات المحاذية لأحدى السفارات الأجنبية، والمنطقة مثل ما بتعرف منطقة سكن دبلوماسيين كبار وأجانب، بقى مبنى شوشرة. عم تفهم علي؟ أنا بالأمر سيدي، أوامركم. فورا متاخد قوة كبيرة وتحاصر المكان وخلي جهازك اللاسلكي مفتوح على طول معي. عم تفهم؟ أمرك سيدي، أمرك. حاضر. ألو، نعم سيدي، المقدم وائل معكم. وين محطوطة القنبلة يا مقدم وائل؟ سيدي القنبلة موجودة بالحديقة على المقعد، وعلى الأغلب موضوعة بعلبة حلويات. شو؟ هذا المكان حساس كتير، ولهالسبب بتقطع السير من أربع جهات وبتبعد الناس عن المكان، ولا تخلي حدا يتجمهر، ولا فرقة أبطال متفجرات يكونوا على حذر. عم تفهم علي؟ أمرك سيدي، أمرك سيدي، هن على الطريق وبس يجوا رح بلغهم توجيهاتكم. احترامي. شباب كل واحد ينفذ مهمته بسرعة. يلا. شو بهم يا شباب؟ ألو، احترامي سيدي. وقديش بتقدر وزن القنبلة يا مقدم وائل؟ يعني سيدي حوالي 3 كيلو. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هي ممكن تعمل دمار كبير بالمنطقة إذا انفجرت. سيدي بالضبط، هي موضوعة بعلبة حلويات ملفوفة بشريط أحمر ومحطوطة على مقعد بالحديقة. هذا كله للتمويه، والانفجار رح يحصل عند فك الشريط. إيه إيه، محتمل سيدي. على كل حال أنا رح استعجل فريق المتفجرات. اعمل جهدك، لا تخلي حدا يقرب من مكان القنبلة لأنه ممكن تنفجر بأي لحظة. الله معك. ألو يا أخي، أنتوا فينكم؟ فين كل هلا؟ يا اخ يلي هنيك، ابتعد عن المكان فورا. لك شو ما عم تسمع انت؟ يا مواطن ابتعد عن المكان فورا. لك انت اللي هنيك،
هلا سيدي، احترامي. شو في عنا مستجدات يا مقدم وائل؟ سيدي في شخص يبدو انه شحاد وعم يقترب من مكان القنبلة. خليه يغادر المكان بسرعة، ما بدنا خسارة بالأرواح النوب. أمرك سيدي، أمرك سيدي. نعم سيدي. شو اخر المستجدات عندك يا مقدم وائل؟ سيدي هذا الشحات صار قريب كثير من القنبلة. اتصرف بسرعة، اتصرف بسرعة وخليك على الخط وخبرني شو عم بصير معك. سيدي الشحات شال العلبة وحطها بحضنه. شو؟ يخرب بيته! لك شو هذا، مجنون؟ سيدي هلأ عم يفك الشريط. سيدي الشحات فتح العلبة. صفحات تقلبني مع التهوى يتعبني، مريدة في يوم تلاقيني. سيدي طالع القنبلة. اللي باقي معك شو نوعها؟ لا سيدي لحظة لحظة. سيدي لونها بني. عرفتها؟ لك هاي انت، انت خذوا حذركم يا مقدمة ونبطحوا كلكم على الأرض، على الأرض. أمرك سيدي، الكل على الأرض. هون بطحون. وهلا شو عم يصير معك يا مقدم وائل؟ خبرني. الو، لك وينك يا مقدم وائل؟ لك وينك؟ او ماي جاد، هيز اوبننج بارسل. او ماي جاد، يا مقدم وائل شاوبني يا ابني. لك شو صار معك؟ بصوا خبر المتفجرات ولا لا؟ لا سيدي ما وصلوا. طيب ولا يهمك، هلا رح ابعث لك قوة جديدة. ما في داعي يا سيدي، ما في داعي، خلص خلصت القصة. شلون خلصت القصة؟ شو صار؟ سيدي هذا الشحاد أكل القنبلة ومشي الحال. Obviously, it's still a safe country. It is. Omu, shabab, omu. وينتابك حنين جارف إلى شيء ما أو حدث ما. الجدي والدلو لديهما الكثير مما يقدمانه لك. الأجواء العاطفية الصافية والرؤية تبشر. يا أهلين وسهلين والله. أهلين فيك. نور البيت. ينور أيامك يا ندى. يسلموا. يسلموا الديات. من إمتى نحن موعودين بالزيارة؟ مو من 3 شهور؟ مو لحتى تخلصي رسالة الماجستير تبعك وتفضيلنا؟ أخ يا عبير، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. والله العظيم عم بركض بركض كل النهار ما عم بلحق. مثل ما بتعرفوا ابني ضيع، يعني لسه ابن شهور، وبتعرفي الولد بهالعمر قديش بيتعب وقديش بيعذب وقديش بده عناية وانتباه. طبعا اسأليني إلي. لا، وهشام مثل ما لكم شايفين الصبح بالمستشفى وبعض الظهر بالعيادة، يعني ما عم شوف وشه، عامل البيت اوتيل للأكل والنوم بس. صحيح، ليش تأخر هشام كل هالقد؟ ليكون ما بده يشوفنا. سبحان الذي خلقك انت الثاني، شو بتضلك شكاك؟ ما بقدر عبير، انا الله هيك خالقني، بشك بحالي. قومي ندى احكي معه بسرعه خليه يجي، ليكون بده يطنشنا وما يجي بنوم. لا انت الثاني مو لهالدرجه. اسمعي ندى، اسمعي، بالظاهر فاق ابنك. طبعا بده يفيق.
مو شايفني عند ضيوف ومبسوطة؟ الله وكيلك، بده يعني ضل نايمة جنبه، وضلني عم بهز له التخت، وإذا تعبت إيدي ثانية بيفتح تمه وبصير بجعر. روحي الله يعينك ويحمل معك، قال لا يعرف الهم إلا من يكابده. ليش أنت كمان بعدك بهالمشكلة؟ أي نعم ستي، كلنا بالهوى سوا، بس بصراحة هلأ الأمر كتير اختلف. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني أنا التانية كنت أركض ببنتي ريم صبح ومساء، وما إلك علي يمين، اللقمة شو هي اللقمة ما أتهنى فيها؟ لك فيلم على الساتلايت ما قادر أتفرج، إذا عندي ضيوف ما أتهنى بالقعدة معهم، ويا من تراني حاملة هالبنت وعم غني لها وهزلها وهالرجلها، وهي لزقانة فيني مثل التهمة، يا أما معربشة برقبتي بإيديها ورجليها مثل العرتيلة. بس هلا ربك حميد لقينا من الضيق المفترج ومشي الحال. شلون مشي الحال؟ ما بعرف، اسألي هالمنظومة اللي قدامك. يا ستي ارتحت من كل هالموضوع، جبت لها بيبي سيتر. نيالك يا عبير، فعلا البيبي سيتر صارت ضرورية وعز الطلب. طبعا، انتي شوفي وين كنا وين صرنا. تسلمي لي عبير، بدي منك هالخدمة. اقمري. هلا بس يجي هشام بدي تقنعي لي اياه انه يجيب لي بيبي سيتر. حاكم الرجال ما بسمع من مرته لو مبرى لسانه. هي اجا هشام ابن الحلال عن ذكره بيبان. مساء الخير يا جماعه. اهلين دكتور. مرحبا ندى. وينك هلا يا دكتور؟ الله يعين مرتك عليك. اسف يا جماعه على التاخير، بس شو بدي اساوي؟ فكرناك نسيت الموعد كنا حنمشي. اعوذ بالله، شو انسى؟ شو كل هالقد شايفني قليل الذوق؟ بس اللي صار اني طلعت بجوله بالمستشفى وبالصدفه شفت مريض تعبان كثير وحالته بتقطع القلب، ومع انه ماله مريضي بس اضطريت ضل جنبه حتى استقر وضعه. ليش وين طبيبه؟ مشان الله عارف، لا تفتح لنا جروحاتنا، خلينا ساكتين بيكون احسن. وين طبيبه؟ خير دكتور، ليش جاي ممقوت كل هالقد؟ الله وكيلكم، صاير كل دكتور عم يعك شكل، شي بيعالج الحمى المالطيه على اساس قريب، وشي بيشتبه بالتهاب الزايدة الدودية خاصة عند البنات، وبينسى انه في شي اسمه كيسة على المبيض ممكن تعطي نفس الاعراض، وشي عم ينظر المعدة على اساس سرطان، ويلي عم يولد قيصرية بدل الولادة الطبيعية لانها اربح واسرع. لك شو بدي احكي لأحكي ان شاء الله. بس بهالصورة خليتنا نخاف على حالنا دكتور. يا سيدي الله لا يحيشكم، على كل حال بكرر اعتذاري للتأخير. شو؟ لا إلى فندي نايم. بالزور لنام. هاتي لأم جؤوك مجأة هاتي. سلم لي سلم لي سلم لي سلم لي. شوف هشام، أنا ما عاد أقدر أسكت على هالوضع، شف لي بقى الله يخليك شي حل يناسبني قبل ما أفرط. ما عم بلحق لا على الولاد ولا على شغلي ولا على شغل البيت. مثل العادة لازم أسمع هالموشح كل يوم والتاني. الحق بإيدها هشام، لا تظلمها، يبدو صغير تعبها. طيب شو بتريدوني ساوي لحتى ترتاح؟ اخذ صغير معي على المستشفى حتى يسرح ويمرح بين العنابر والكريدورات وغرف العمليات والقويش؟ اسمعوا على هالحكي، انا عم بقول لك خذه معك. لك شو معنات كلامي؟ هلا طولي بالك عليها شوي وفهم وجعه وبعدين لومه. بصراحه هشام الركض اللي عم تركضه ندى بين جامعتها وبين بيتها مو قليل بنوب. اي والله ما تكون وحده غيرها لكانت مرضت والتحشت بهالتخت لا من تمها ولا من كمها. ايه تسلمي لي يا عبير، شو بتعرفي تحكي؟ أصلاً ما حدا بيفهمني بهالكون غيرك، قسماً بالله لولاك ولولا محبتك إلي لكنت عشت مثل الضيعة بهالحياة. ولو ندى هذا واجبي، أنت حبيبتي ورفيقة عمري، وصدقيني صدقيني أنت أعز علي من كل إخواتي. شوف شلون عم يدهلزوا لبعضهم، أكيد في شي ورا هالحب القاتولي يلي بيناتهم، ما في ذلك شك أبداً يا ابني. مو مسألة حب قاتولي، بس أنتوا رجال بتكون قطن خشب يصطادوا ما يأكل. عجبك هشام افندي؟ هاي لحقتنا طرطوشه. معلوم بدها تلحقك طرطوشه، اصلا انتو رجال كلكم مثل بعض، نفس النمره ونفس المسطره. هلا كلي هذا نفس المسطره؟ يا عيب الشوم عليك، انا ماني مريحه. هلا حتهدني بهالشغله اللي افلحت فيها امنت لي اياها. وشو هاي الشغله بقى؟ يا ستي جاب لي بيبي سيتر لحتى تقعد مع البنت لما بكون بالشغل. وليش هيك عم بتقوليها باستخفاف؟ لانه واجبك تريح مرتك وتدور على الشيء اللي بيسعدها، يعني الشغله ما بدها منيه. وإذا كنت مفكر حالك عامل خير معي فأرجوك تكمل معروفك وتبطل بقى بهورة ومنفخة، مو منشان شي، منشان يحسب لك ثواب عند رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قصرنا معكم تفضحونا، وإذا خدبناكم تتمسخروا علينا، شو هالحالة هاي؟ هلا خلينا نرجع لموضوعنا بيكون أنسب. شو رأيك يا أندى؟ وحسما للموضوع إنك تاخدي استيداع من شغلك سنة زمان؟
يا سلام، هلا هذا اللي طلع معك؟ طبعا، لك مين بده يقعد عند الولاد؟ هلا معقول يعني بعد ما خلصت دراسة الماجستير مو باقي لي غير استاجات المستشفى اقعد بالبيت مثل خالتك بدرية وعمتك بهيجة؟ صدقيني يا ندى، الماجستير والولاد ما بينجمعوا. الثقافة وتحصيل العلم وتربية الأطفال ما رح يحصل توازن بيناتهم يا أخي. طيب ليش ما بتحطوا له ضياء بمدرسة داخلية؟ أو روضة خاصة مثلا. أعوذ بالله، بدك يعني حط ابني هنيك حتى يجيني يا مرشح يا مقرب يا مريئن يا مأمل؟ وليش هالشدة يا رسول الله؟ أصبح ما في قدامكم غير تعملوا مثلنا. شو يعني نعمل مثلكم؟ مثل ما عم قلك، اعملوا مثلنا. والله فهمان عليكي من أول ما بلشت تحكي، بس صدقيني يا عبير، البيبي سيتر ما رح تقدر تعتني بالطفل مثل ما بتعتني فيه أمه. طيب شو الحل بنظرك؟ تفضل أعطينا حل. والله الحل عندي هو إنك تقعدي بالبيت مثل كل هالنسوان. يعني درست 6 سنين طب وسنتين ماجستير مشان روح أعلي لك الشهادة بالمطبخ؟ لا حبيبي، لا روحي، ما حذرت. وضروري تعلقي الشهادة بالمطبخ؟ ينقصنا كركوبة. علقيها بأوضة نومك جنب صورة عرسك بيكون أفضل. بلا مسخرة وتفتي هشام، قلبي علقان على نكشة ومالي لقيانة مزحة تقيل عند هالمساء. طيب اسمعي لقلك، أنا ما عندي مانع تشوفي لك شي بيبي سيتر لفترة، بس على شرطة. وشو هالشرط بقى؟ الشرط أنها تكون نظيفة وآدمية وتهتم بالولد بشكل حضاري ومدروس. يعني مو تجيبي لي وحدة كانت لفاية عادية وترفعت لبيبي سيتر. إذا بتحبوا أنا بخدمكم بهي القصة، هذا إذا ما كان عندكم مانع. شلون بدك تخدميهم بقى؟ أنا بقدر بخدمهم. يعني شو بفهمك بهالشغلات؟ هو معك حق، أنا ما بفهم بهي الشغلات، بس البيبي سيتر يلي عنا قالت لي إنه عندها أخته حابة تشتغل. يا ريت يا عبير يا ريت، يعني إذا بتأمني لي وحدة ما بنسالك إياها طول عمري. ولو لك من عيوني، بس على الهوا ما فهمت من أختها إنه هي ما بتقدر تجي لعندكم غير قبل الظهر، لأنه بعد الظهر والمساء عندها صبي عم تعتني فيه عن جماعة وما بتقدر تتركه. شو عليه؟ أصلاً نحنا ما بدنا إياها غير قبل الظهر وبس. مزبوط، أصلاً أنا شغلي كله قبل الظهر. ولا يهمك ندى، أصبح بكرة أنا برد لكم جواب. يا جماعة ما جعتوا؟ الغدا جاهز من نص ساعة. ليش معزبين حالكم؟ شو نحنا غربة؟ ليش ما بيجوع إلا الغريب؟ صدقوني أنا جوعان أكثر منكم، تفضلوا، قوموا قوموا. يا حبيبي، هاي الببرونة تبع ضياء. يلا بس حبيبي، بس لا تبكي. ايه بس حبيبي، يلا هي الببرونية. الو، اهلين عبير. اهلين حبيبتي، كيفك انت؟ لا والله بس كنت عم ساوي الببرونية تبع ضياء. ايه طمنيني شو صار معك؟ يعني مش الحال؟ تسلمي لي يا عبير. طيب حبيبتي لكن عطيها العنوان خليني اشوفها. لا طبعا، يعني شي يومين ثلاثة بشوفها أنا بعدين بحكم عليها. إيه لا ولا يهمك، لا أكيد بحكي معك اليوم. يي الشاي على النار. شو ندى، مين اتصل؟ اتصلت عبير، قال اختي البيبي سيتر اللي عندها رضيت تيجي لعنا. يا ستي اهلا وسهلا فيها، بس وينك ندى؟ ما بدي وصيكي، النظافه عندي اهم من كل شيء، بفحصيها منيح، حاكم بيتزرزع بدني من الوخامه وقله النظافه مو بيدي. انت ولا يهمك، اترك هالشغلات علي، يلا تعال افطر حتى ما تتاخر على شغلك. وين الشاي؟ يلا حبيبي جاي. والله نعم على قلبي، صب انت شاي لبين ما ردي على ضياء. حاضر. شلون شفتي لي هالصغير يا جميله؟ يخزي العين حوله ما احلاه، بياخذ العقل. شو حلو وشو ناعم وشو هادي يقبر قلبي. خوش انا معودة على الاولاد من صغري، ها يعني ومهما كان الولد طبعه شرس انا بعرف دواء عندي انا يا مدام. بس بصراحه وبدون مجامله يعني ضياء دخل صمصين قلبي من جوا.
يقبر قلبي ما أحلى يقبر قلبي. شوفي شوفي الأكابرية كيف عم تشر من وشه. شوفي مدام. طيب وبركي عذبك وأنا بشغلي بالمستشفى؟ ولا يهمك مدام، أنا بعرف أتصرف لحالي من دون ما أزعجك. للضرورة القصوى فيك تتصلي فيني على هذا الرقم، ليكم مسجل هون، وما في مانع كمان تتصلي بهشام ليكم رقمه مسجل هون، وأنا بكل الأحوال كل نص ساعة ساعة بتصل فيكي. صدقيني مدام ما في داعي لكل هذا الحكي، أنت كتير عم تعقدي الأمور. لا يوه شلون ما في داعي؟ طبعا مدام، لأنه أنا فيني عادي كتير كتير حلوة بتريحني وبتريح الأبوين وبتريح البيبي كمان. شو هي؟ أول ما بينام البيبي بنزع فيش التليفون مشان ما يفيق وينزعج من الرنة. إيه بس أنا هيك بيغلي قلبي عليه. ولا يهمك مدام، أنا بتصل فيكي. ها يعني صار فيني روح وأنا مطمنة. بس وينك جميلة؟ مري مدام. الله يرضى عليكي، بمجرد ما ترست الباب وراي ما بريدك تفتحي لحدا مهما كان وضعه، وما بريدك تتركي ضيا ولو ثانية واحدة. ولو ست ندى لا توصي حريص. وعالطاولة هون في مجلات جديدة وحلوة كتير، مو مثل المجلات اللي عند الدكاترة والحلاقين. وإذا حبيتي تتفرجي عدش ما في مانع، هاي الريموت كنترول. وبصراحة أنا وهشام ما لنا مشفرين ولا محطة، لأنه ضيا لساته صغير. صدقيني يا ست ندى، كل هالشي ما رح يلزمني، لأنه أنا وقتي مو ملكي، وقتي كله ملك صغير. بعدين يعني ما تواخذيني بهالكلمة، أنا لما بدي أقبض منك مصاري ما رح أقبضهم مشان أتفرج على الدش والمجلات. على راحتك جميلة، أنا فكري سليكي حتى ما تملي. لا تخافي علي مدام، أنا ما بمل، أنا بسلي حالي بحالي. عظيم، يلا أنا صار لازم أمشي. هات بوس يا ماما. يقمر قلبي، نام على إيدي. ديري بالك عليها. ولا يهمك مدام، حطه بعيوني إذا الله راد. وأنا رح شوف خاطرك. يعني حبيتيها؟ صدقني جميلة، بنت ظريفة كتير، ما منلاقي مثلها. عال أصلاً هادي اللي بدنا اياه. الله وكيلك، اليوم اجيت لقيتها محممته وحاطط له عطر ومغيرت له أوعي وصاير بين إيديها مثل اللعبة. يا سلام، شو بدنا أحسن من هيك؟ بس أنا اتصلت الظهر مرتين وما حدا رد علي، بقى أنت منبهة عليها ما ترد على التليفون؟ لا، بس يمكن كانت عم بتغير له. المهم، ارتحتي هلأ وانبسطتي ولا شلون؟ اي والله ارتحت يا هشام. ليش حلياني بهاليومين؟ من قلة الركض والفعي، بعدين صار بإمكاني نام ساعة بعد الظهر. خي هلأ ارتحت من النق. هلأ أنا نقاقة؟ لك لا، عم بمزح، ما في ست بالعالم بتنق، الرجال هن اللي بنقوا. فكرت. لوين رايحة؟ في فيلم حلو كتير طالع بالفضائية، انت شو بدك فيني نام؟ هلا وقت الفضائية، هلا فضائية طالع فيلم. يا ستي جميلة مثل اخت عبلة، فرد شكل راكنة وهادية ومن تمساكت. شايفي شو هادية؟ تسلم لي عيني على هالطبع، شو حلو. لأنه بيني وبينك في بيبي سترات عصبيات وملهوجات وراكبون لجنان، بس جميلة غير شكل. يعني صدقيني ضيا صاير طبعه مثل حكايتها، يعني كان بالأول يبكي كتير ويفعي كتير ويحرق شي بطعمة وشي بلا طعمة، أما هلأ ما شاء الله عليه ملايكته هديانة وطبعه حليانة. وصدقيني هذا كله بفضلك، وما رح أنسالك إياها كل عمري. ولو يا ندى، هذا واجبي. لا محلاني والله، أنا مرتاحة بعيشتي ومبسوطة، وأنت مرمطة ومشحطة ومنغصة. ما بتصدقي يا عبير، إذا قلتلك أنه جميلة حفظت برنامجي بالكامل وصارت توقت نومة ضيا على جيتي أنا وهشام على البيت. مو بس هيك، جميلة من كتر ما هي ذكية عم تاخد الولد كل يوم ساعة لحتى تشممه هوا بالجنينة اللي جنب البيت وتغير له جو. يا ستي مثل أخت عبلة فرد شكل، من يوم اللي إجت لعندي عبلة صرت أقدر أقضي كل زياراتي وكل واجباتي بعد الظهر، وأنا مطمنة ومرتاحة. إيش شو متمنية يكون عندي كاميرا خفية لحتى شوفها كيف عم تشتغل بضيا،
لاني كتير حاسستها انها ذكيه ونشطه. بدك يضلوا هيك على طول وما يملوا؟ لا ان شاء الله دخيلك يضلوا هيك وما يملوا ويطعمني ولا يحرمني يا رب. حسنة لله يا عالم، حسنة لله يا محسنين، الله يخلي لكم ولادكم ولا تيجون للسؤال. حسنة لله يا ناس اللي يجيب حليب لصغير ما معي. شايف ضياء مو على بعضه. كيف يعني مو على بعضه؟ يعني صار له جمعتين هديان وكانين ومرتخي ومشلين، حتى وزنه خافف. مالك ملاحظة هالشي؟ بلا ملاحظة هالشي. بعدين كأني ملاحظ دائما عنده رغبة للنوم، مو هيك؟ بجوز لأنه جميلة ما عم تخليه ينام كتير. وليش لحتى ما تخليه ينام؟ يعني هيك فكرة أحسن إلك وإلي، مشان ينام بعد الظهر وما يزعجنا. ما بعرف، كأنه الولد كان أنشط من هيك بكتير. إيه معلش حبيبي، هن الأولاد لما بيبلشوا يوعوا بينشقفوا شوي وبينحفوا. بس خايف يكون مريض يا ندى، ولهالسبب لازم نراقبه. سبحان الذي خلقك على هالخيال شلون بيشطح. قال مريض قال، فعل الله ولا فعلك. على كل حال أنا فايتي نام جنبه، بدك شيء؟ لا سلامتك. تصبح على خير. وأنتي من أهله. عشر مرات ما كنت تردي، شو وين كنتي؟ مزبوط بصراحة، أنا سمعت التليفون عم بيرن أكثر من مرة، بس ما رديت لأني كنت عم غير لضياء وخفت أتركه. ما اختلفنا، المرة الثانية والثالثة ليش ما رديتي؟ لأني أخذت الصغير على الجنينة مشان يشم هوا ويتفرج على البطاط. بس ما بيصير هيك يا جميلة، كوني محلي، شو بدك تفكري؟ إيه والله غلي قلبي وإجري قصفوا وإجيت ركيد مثل الصاروخ على البيت لحتى أطمن عليه. إيه بس مدام أنا ما غبت كثير برات البيت، يعني يا دوب ساعة، لأني حسبت هيك حساب. حساب شو؟ إنه يغلي قلبك عليه مدام. طيب ماشي الحال، حصل خير؟ أكل منيح؟ إيه طبعاً، خزيت العين حوله، شرب برونتين. طيب ماشي الحال، أعطيني إياه. أعطيني إياه. تفضل. هلا أنا ما بقى بدي منك شيء، إذا بدك تروحي روحي. أوكي مدام، شكراً. شو ماما؟ شو حبيبي؟ شلونك؟ أنا كتير منيحة، يعني أحسن من هيك ما عاد يصير منوب. شو مبين قاعدة بالبيت، ما رحتي اليوم؟ لا والله، ما قدرت أطلع برات البيت فشخة واحدة. يو خير، ليش بقى؟ لأني سمعت إن الدكتور هشام اليوم بده يرجع بكير على البيت، إيه، فخفت أنزل أتأخر ويرجع ما يلاقيني وأعلق بالسين والجيم. إيه أنتي
خبريني امتى رجعتي؟ يعني بدك تقولي من شي ساعة، وبيني وبينك الغلة اليوم قليلة كتير، ما بينحكى فيها. قديش يعني؟ يعني حوالي 50 ليرة. اوف، ليش وين قعدتي اليوم؟ بالمزة قعدت، وجنب مطعم 5 نجوم. لك غشيمة، حدا ببسط قدام مطعم 5 نجوم؟ لك ايه شو بدي ساوي يا جوجو؟ شو بدي ساوي؟ شفت الشارع معجوق والناس لابسة وجاخة، قلت لحالي يا بنت الحق الدسا، لك تعي لهون. غلطانة كتير يا عبلة. لك شو ليش؟ لأنه الغناية حبيبتي ما بيدفعوا كحتيت هدول. بدك تدوري انتي على الهفتان الموظف وتلزقي فيه. بالله شو؟ هل عادلي طلع معك انتي التانية؟ ايه لك، لأنه الموظف هو الوحيد اللي بحس فيكي. لك شو ليش يا جبة؟ لأنه الحال من بعضه طبعا، كمان هو شحات كل شهر بوظيفته، يعني الفرق بينك وبينه بس انه هو موظف وانتي لا. بعدين بحكي مع عقبال. مرحبا جميلة. اهلين دكتور، اهلا وسهلا. تعا شوف بابا، تعا تعا. ايه استلم لي هالوش، ما اشتقت لي بابا؟ ما اشتقت لي؟ شو ما رجعت ندى؟ لا دكتور لسه ما رجعت. بسيطة، إذا بدك تروحي ما في مشكلة، الله معك ويعطيك العافية. حاضر دكتور، على كل إن أنا طعمته ولازم بعد شوينا. شكرا لك جميلة، كتر خيرك. تأمرني بشي تاني دكتور؟ لا سلامتك، الله معك، مع السلامة. شكرا، يعطيك العافية. بابا بابا، وينك جميلة؟ لحظة. نعم دكتور. كتر خيرك، سلم ايديك. وخيرك، الله معي. شو بابا؟ شو بابا؟ يسلم لي الوش. شو؟ ليش عامل بحاله؟ لك انت احكي قبل ما اصرف المخلوقه. وين كيس الحفاضات؟ يسلم لي هالضيا، مجرد ما طلع من الحمام راح نايم. ندى ملاحظه مثل ما لي ملاحظ. لا شو ملاحظ؟ يعني كأنه لون هالصبي مغمق كتير ومسمر. شلون يعني؟ ما بعرف، بس صاير لونه وشكله مثل ولاد الشوارع. لك حتى ريحته صايرة مثل ريحة المعزة، وكأنه مقضي طول النهار بصقاق وسافقته الشمس. سافقته الشمس؟ سبحان الذي خلقك على هالملافظ. قال سافقته الشمس؟ قال. طيب بحلقي فيه منيح، شوفي شلون صاير. يعني هذا ابن الدكتور والدكتورة؟ هلا لا تقعد تهز لي بدني وتشتغل فيني عند هالمسا. اذا كنت عم بتلمحني انا مقصره بشي، انا ماني مقصره بشي. صدقيني مو هذا قصدي، بس كل الدوره واللفته مشان اقول لك انه الولد متعرض للشمس كثير. ايه بيجوز، لانه جميله عم بتنزله على جنينه كل يوم. نعم عم تنزله على جنينه؟ ايه شو فيها، ليش هيك مستغرب كثير؟ وكيف بتسمحي لها تطالعه بغيابنا؟ ما في شيء، جميلة قالت إنه لازم كل يوم ينزل تهوية ساعة. يا حبيبي، هلأ جميلة صارت المستشارة الطبية تبعنا وأنا مالي خبر؟ لا بس يعني بعدين هي مو ساعة تهوية، هي ساعة برونزاج على هوا مالي ملاحظ. هشام شبك، ليش هيك بتحب تعقد الأمور؟ اسمع ورا الحكي، قال أنا بحب عقد الأمور؟ عم قلك الولد مو عاجبني وبخاف عليه من ضربة شمس أو من حمى السحايا لا سمح الله. بقى شوفي ندى، كلمة واحدة ورغطاها، بكرة بتنبهي على جميلة حتى ما تطالعه لمطرح إلا إذا كنتي معها، وإلا قسما بالله العلي العظيم بيطلع خلقي عليها وبيطوش حجري. ها حاضر، ولا يهمك، بكرة بنبه عليها. غيره؟ سلامتك. قال ساعة تهوية، هذا اللي كان ناقصنا. قال ربطوا الحمار على باب الحلاق، قام تعلم الحكي. شو قلت حبيبي؟ بشو؟ يعني مو صار لازم نعزم اختي وجوزها على العشاء؟ لك يا عيني، قلت لك هلا مو وقتها. هلا لا تفور لي دمي، الجماعه قالوا علينا ونحن مقصرين. طيب ماشي، شو بتطلبي؟ امري. بدي منك تجيب لي شويه اغراض. بدل شو يعني؟ بدي تمرق على الشعلان وتجيب لي كيس فريكه وكيس حمص وكيس عدس، ولا تنسى الخضره والفواكه. شو جيب لك خضره؟ هلا ما عاد تعرف تتصرف، يعني كوسة، بتنجان، بندورة، خيار، وإذا لقيت يبرق ما في مانع، ولا تنسى النعنع والبقدونس والجرجير. أمرك عبير خانو، غيره شو فيه؟ لا، لأنه اللحمة أنا بجيبها والحلو أنا بوصي عليه. حلو كتير، خاطرك. لوين يا مهوي؟ شو بدك كمان؟ حط بكفي لقلك حط. لك شو بدي حط؟ حط المعلوم لحتى أقدر دلل ضيوفي. أمرك. لك الله يخلي لي إياك، يا مستتني يا مهنيني يا مفرحني. يا ظالمني.
معك يا ظلمني. الله يخليك مشانها صغير بس اشري له حليب. الله يوفقك. الله يعطيك إياه من مال الله يا أخي. الله يوفقك. بس بدي اشري له حليب. هالولد ما معي. الله يوفقك. اي بس خمسة. الله يديمك إلهي. من مال الله يا محسنين. الله يدينكم لشبابكم ويخلي لكم اولادكم. بدي بس اشتري حليب لهالولد. الله يوفقك الهي. الله يخليكم. الله يعطيك الهي وربي. من مال الله يا محسنين. الله يخليكم اولادكم ولا يحيشكم للسؤال والمزله. من مال الله يا محسنين. من مال الله يا عالم. من مال الله يا اخي. الله يخليك. هيجاك السؤال والمذله. الله يوفقك. بس نجيب له حليب للولد. ولك من كتركم ما عاد عرف الواحد مين صادق فيكم مين كاذب. الله يسامحك الهي. الله يسامحك. من مال الله. هالولد الي؟ ايه ابني بس مريض. الله يعافيه يا رب. الله يسلمك الهي. الله يخليك. ولا السؤال والمذله. الله يوفقك. خلي لك شبابك الهي. مال الله يا عالم. العمى والله الصبي بعرفه منين. وين شايفه يا ترى؟ اي قسما بالله هذا ابن الهشام. نفس الحواجب ونفس العيون. ليه؟ عجل شوي يا احباب. الله يخليك. بدي احكي تليفون ضروري. طول الليل امبارح عم دق لك وخطك مشغول. مع مين كنت عم تحكي؟ عم اقول لك عجل شوي يا اخي. ولا تطول بالك لحتى نفهم من المخلوقة. قسما بالله امبارح تذكرتك لما ذبحنا البطيخة وطلعت حمراء. قلت إذا كان حظي من البطيخ أحمر فليش لحتى. ولك عجل شوي يا بطيخ. لمين هي يا أستاذ؟ لمين يعني إلك؟ إيه إلك تضرب أنت وهالمنطق. ذاتا الحق مو عليك. الحق على اللي عمل لكم عالم وناس وركب لكم تليفونات بهالطرقات. إيه إذا كان هيك ماني مسكر والسما زرقاء وروح بلت البحر. إيه حبيبتي معك انا. حبك خيب سبع عروس ان شاء الله. بعد يا اخي خير. بدي اشوف الدكتور ضروري يا اخي. طول بالك في عنده مريض يا اخي. طول يا عيني ما بقدر. بدي اشوفه ضروري. طول بالك يا دكتور. يا هشام. هشام خير. شوفني امشي معي بسرعه. لوين بدي امشي؟ هلا فور مش شحاده. ما في وقت اشرح لك. انا مش شحاده. اللي اخذ ابنك معه. امشي ابني. ايه ابنك. لوين اخذته؟ امشي بعدين بفهمك. هزني امشي. ايه خساره صبر. وين راحت؟ هلا كانت قاعده هون. لك عارف انت اعصابك تعبانه اليوم. خلينا نروح على البيت بيكون احسن. شفتها بعيني. عم اقول لك شفتها بعيني. اخي الشحات اللي كانت قاعده هون وين راحت؟ هلا راحت هيك. هيك امشي. من مال الله يا عالم. الله لا يحيش كل السؤال مشان هالولد. ليك شوف مو ابنك هذا اللي معاه؟ لك هي جميلة وهذا ابني اللي بحضنا. العمى شو ملبسته؟ يخرب بيتك. ولا جميلة جميلة. ما في عندك ولا ما في عندك. اشتريت لك شريط كاسيت مبارح بيطير ضبنات العقل. في غنية ماما أحا بابا دحا بابا يحا. بوس ايدك يا سيدي. لا تكتب شي. الله يوفقك. اعطينا. الله يخليك يا سيدي. بوس ايدك. والله ما عاد عيدك. والله ما عاد عيدك. عن جد سيدي اخر مره بنساوي هيك شغلات. نوعدك يعني. ايه ولك يخرب بيتكم يا عديمين الوجدان. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تتاجروا باطفال ابرياء؟ ولك اهالي هالاطفال عطوكم ثقتهم وسلموكم بيوتهم واولادهم. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تخونوا هالثقه؟ يعني لولا هالزلمه هاد ما شافكم بالصدفة ما كنا عرفنا طريقكم. لا شو؟ وحدة مبسطة بالشعلاء والتانية مبسطة بباب سوق الحميدية. لك الله يخرب بيتكم. لك الله يخرب بيتكم. أنا هديك المرة سامحتكم بس هالمرة قسما بالله لا أحرمكم تشتغلوا ولا هالشغلة طول عمركم. عفوا سيادة المحقق. ليش هاي مو أول مرة؟ طبعا مو أول مرة. هدول التنتين عاملين مثل ريا وسكينة. بعدين هدول لهم سوابق ومن تحرير اسماء وهميه كمان. يا حبيبي
يا حبيبي على التكتيك ودخلك شو اسمهم الحقيقيه بلا صغره؟ هاي المشمططه اسمها سعاد الجرم، وهي المعتره اسمها عدله دمني. وللمعلومات والايضاح هدول إلهم اربع اسبقيات وسوابق، وكلهم بتهمه التسول، ووحده منهم عمليه نصب واحتيال على بياع شاورما. وسرعه العام والله. ولك نحن خرجنا بيبي ستر، نحن بدنا مين يندف رقبتنا ندف، ولك بدنا 100 سنه ضوئيه لحتى نصير خلق عالم. لا والمشكله وين؟ انه بدنا نقلد الاجانب ونلحق المظاهر، قامت طلعت الشغله براسنا وراس اولادنا. خلصنا لا تزيدوها على قلبنا، يلي فينا بكفينا حاجه بقى. هشام خلينا نروح البيت، حاسه ضيا بده تغسيل بالديتول من راسه لاجريه. بعت لي حم عليك يا ابني شو تشنططت. ودخلكم شو سبب غيابكم عن كار الشحاده طول هالمده؟ كنا بقبرص سيدي عم نساوي شهر عسل. يجوا زبرص ان شاء الله. ولك ليش في رجال تاخذكم؟ ايه في بس من مرتهم طبعا. قلتوا لي كنتوا بقبرص عم تعملوا شهر عسل. ايه سيدي. يا مساعد نبي امرك سيدي، خذ ريا وسكينه على النظاره لشوف شو اخرتها معه. ولي التوبه والله التوبه، انا بعد عيدها وحياه عيوني بعد عيدها. الله يرحمها الله يرحمها. انت عدله دمني بالذات بتخرسي. انا كارش حادي هون ما بينفع معي بنوبه. لك شو بينفع معكم هون سيدي؟ هلا بعد الفلقه رح اشرح لكم. لا 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 لا. وهلا يا جماعه فيكم بتروحوا على بيتكم وتتركوا باقي الاجراءات علينا. يا سيدي الله يعطيكم العافيه وربي يحمل معكم، ما قصرتوا وربي يشهد. شكرا كثير سيدي شكرا. تفضلوا تفضلوا هوانم جاردن سيتي، تفضلوا ريتكم ما تخوا وتبدوا الهي، تفضلوا بيبي ستر. بس اللي بس اللي يلا هلا نفسر. ايه خير ليش هيك انت عم تبكي؟ لك شبها يعني جوعانه. وليش هيك البيت منكوت فوقاني تحتاني؟ شو ما اجت لفايه؟ بلا اجت بس صرفتها. طمنيني قدمتي على استدعاء؟ طمن قدمت. عظيم، لانه اجازتي بكره بتخلص والناس عم تدق لي لهون مشان معاملاتها، هي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يعني ما حلوه بحقي رئيس قسم اضرب واطرح عم اشتغل بيبي سيتر باخر الايام. لك حفظتها هالديباجه، والله حفظتها. لك ليش هيك عم تعمل؟ خير شو في؟ لك ليش هيك عم تطعميها بمعلقه قد وشها؟ هي بتاكل بمعلقه صغيره. شو بيعرفني؟ هي شغلتي؟ يا لطيف عليكم انتو رجال، بتضلوا بتقولوا بدنا اولاد، ما في احلى من الاولاد، وبس يجي الاولاد بتبلشوا بتتملصوا من المسؤوليه مثل الشعره من العجين. قوم هيك، هات لا تعمي، قوم سخن اكل، قوم خلص. خدي بابا واوا يا حي حي يا اوبا، بابا واوا يا حي حي يا اوبا، فتحي يا وردة غمضي يا وردة، هص يا بابا هص هص ما يشحش عين. مرحبا هشام، يبعت لي حمى تأخرت عليك مو هيك؟ ستي مو مشكلة، تعود الخد على اللطم، خديه من ايدي دوبي البس وانزل على العيادة، تأخرت شوي. اتصلت فيك ثلاث مرات ما كنت ترد علي، شو كنت عم تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ كنت عم حممه. يلا خاطرك. ما بدك تتغدى؟ معلش شربت ببرونة حليب، قصدي كاسة شاي. سلام عليكم. الله معك. أخي هيك الشغل معي ما بيمشي، بدي قوائم بكل القطع الكهربائية اللي عم نستهلكها. فهمت علي ولا عيد وقفتك؟ فهمت عليك معلم، فهمت عليك. حاضر. ألو. أهلين عبير. لهاي شو فيها فوق التلفزيون؟ يا عارف دورت عليها ما لقيتها. دوري عليها بالحمام قدام البطة. أنو بطة؟ ليكون قصدك البطة البلاستيك. لك مو البطة البلاستيك، البطة اللي بتقول واك واك وتبيض بيضة. شبكي يا عبير، هلا معقول ما تعرفيها؟ ألو ألو. إيه يا أخي، بدي قائمة بكل أسماء البطات، بكل قوائم القطع الكهربائية، فهمت؟ ألو. أهلين ندى خير. لك هشام وين حاطط الحفوضات؟ وين بدي يكون حاطه يعني؟ بجيبتي؟ فتلت الدنيا عليهم ما كنت لاقيهم. طيب دبري هلا شو في له شي خرقة أو شي شغلة على بما أجي. يا أما انزلي على السوبر ماركت يلي تحتنا واشتري له. لك شو انزل أنت التاني؟ حط صبغة على راسي؟
شو بدك ياني اعمل لك ها؟ لا حلو. طيب يا ستي حفظيك بجامتي ببنطلون من بناطليني بقميص من قمصاني خلصيني. الله معك، مع السلامة. ايه ستي خدي هالدواء واستعملي حفوضة قبل الأكل وحفوضة بعد الأكل. تفضلي، إن شاء الله معافى هيك. ليش ضحكي؟ يعني ما بتتصور قديش شرف كبير لإلي هاللقاء أستاذ. الله يسلمك يا آنسة بوعة. الحقيقة أنا مقل كتير بالمقابلات الصحفية، بس بالنسبة إليك الأمر شيء تاني. مفهوم مفهوم. جاهز أستاذ؟ إيه شغالة المسجلة. الرسام المشهور ممدوح عزيز، شو بيعني له الرسم؟ والله يا آنسة بوعة، الموضوع بالنسبة إلي ليس مجرد هواية أو حتى حرفة، الموضوع بالنسبة إلي وسيلة للتعبير عن مكنونات داخلية ما بقدر أعبر عنها إلا بالرسم. طبعاً وسيلة التعبير بتختلف من مبدع لآخر. مثلاً الأديب ممكن يعبر بالكلمة، ممكن يعبر، والموسيقي ممكن يعبر بالنغمة، والرسام بيعبر بالفيشة، والفيشة بالنسبة إلي هي وسيلة للانتقال من العالم الواقعي اللي عايشه لعالم الخيال والأحلام. وبتصور إني لما بوصل لوقت ممكن أفقد فيه القدرة على استعمال الفيشة، فبكون وقتها دخلت مرحلة الاعتذار، بنازع يعني آنسة روعة، بنازع يعني حقا بموت يعني. طبعا ما بقصد الموت بمفهومه الفيزيولوجي، إنما قصدت الموت النفسي، لأنه المبدع بيموت تماماً عندما يفقد القدرة على الإبداع. أستاذ ممدوح، يعني ولو سؤال خاص شوي، بس فضولي كصحفية بيدفعني إني أسألك يا يعني حضرتك ليش لهلا ما تزوجت، مع إنه المرأة يفترض أن يكون لها مكانة خاصة بحياة أي فنان أو مبدع؟ شوفي أنسة روعة، أنا ما بقدر أتفزلك مثل غيري من الفنانين وقلك إنه التركيبة النفسية للفنان والخصوصية والأنانية يلي عنده بتخليه يتخلى عن فكرة الزواج. ما أحلك هالشي، أنا ضد هالفكرة. أنا ما تزوجت لأني بصراحة ظروفي المادية ما ساعدتني. بس حضرتك فنان مشهور وحاصل على جوائز تقديرية وأوسمة وميداليات. مظبوط هالحكي، أنا ما قلتلك لا، بس أنت برأيك أنسة روعة شو ممكن تقدم لي الشرفة؟ ان شهرنا يعني شو ممكن تقدم لي الجوائز وميداليات؟ ايه مرحبا ميداليات، لا تاخذينا. يعني على القليله بترفع سعر لوحاتك شوي. اسعار لوحاتي؟ ايه انا بكل حياتي ادوب باي حوالي 10 لوحات وباسعار زهيده جدا وعن طريق المصادفه. شو الحكي هاد يا أستاذ؟ بس في فنانين أقل من حضرتك موهبة وشهرة ولوحاتهم عم تنباع بأسعار كتير مرتفعة. صحيح صحيح، بجوز كلامك يكون صحيح، ما بقلك لا، بس على الغالب سعر اللوحة ما عم يتناسب مع قيمة الفنان. طيب أستاذ شو اللي بيأثر بسعر اللوحة؟ والله يلي بيأثر يا آنسة الروعة هو الدعاية. معقول يكون للدعاية دور بهذا المجال أستاذ؟ إيه نعم، الدعاية هي كل شيء، وأنا للأسف ما بجيد هاللعبة على الإطلاق، ما بجيدها. طبعاً أنا ما عم شكك بمكانة الفنانين العالميين الكبار يلي عم تنباع لوحاتهم بأسعار خيالية، ما بشكك أنا، لكن كمان في فنانين ما بيقلوا عنهم أبداً، بس لوحاتهم للأسف ما عم تلاقي مين يقدرها. وراح أضف بك، وراح أضف لك مثال صغير. تفضل أستاذ ممدوح. هذا يا ستي الكريمة كان في فنان موهوب كتير، بس مو مشهور ابنه مغموم معنا بيعرفه، وكان يبيع اللوحة 200-300 دولار. بعد ما مات اجا مليونير كبير اشترى لوحاته بمبالغ كبيرة. هالناس استغربوا كتير وفكروا مجنون، قالوا له شلون بتشتري لوحات فنان مغموم بهيك مبلغ كبير؟ تعا
بتعرفي ان سيفا وعاشو جاوبون؟ شو جاوبون استاذ؟ قالون هذا الفنان كان مغموم، بس بعد ما اشتغلت انا لوحاته صار مشهور. وبالفعل لما نشبت وسائل الاعلام الخبر انه المليونير الفلاني اشتغل لوحات الفنان الفلاني بالمبلغ المرقوم، صار اسم الفنان اشهر من نار على علم، وصابت لوحاته تنباع بالمزادات بمبالغ خيالية. شفتي بقى شو تأثير الدعاية والإعلان على الفنان؟ فعلا قصة غريبة كتير. لا ما في شي غريب، هذا هو الواقع أنسي بوعى. الحقيقة أستاذ ممدوح أنا كتير استمتعت باللقاء معك. يا ستي هذا تلطف منك، أهلا وسهلا فيك يا أنسي. الله يخليك، يعني يا ريت تسمح لي أني أنا حاسب عن الطاولة. شو عم تحكي أنت؟ والله ما بيصير، أعوذ بالله أنت ضيفتي ولو أنسي بوعى. شكرا كتير. بيصير؟ شكرا كتير أستاذ. أهلا وسهلا فيكي. فرصة سعيدة كتير. أهلا وسهلا، كنت بتمنى تعدي أكتر. معلش. بس عندي موعد. تشرفنا. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. شرفتي. مات؟ أبو أستاذ. حساب الطاولة بالله. على عيني. أعطيني حساب الأستاذ ممدوح. تفضل استاذ. يسلم وديات. قديش مبلغ الفاتوره بالله؟ مالي حاطط نظاراتي. 2400 ليره استاذ. اه 2400 ليره. ايوه اوكي، اطلب لي فنجان قهوه لك وسط لو سمحت. بامرك استاذ. يسلم ودياتك. اهلا وسهلا. لك 100 دولار بالصحن. شكرا استاذ، ما بدك لك مالي؟ لا معلش، الباقي لك. كتر خيرك استاذ، كتر خيرك. شو حسبك استاذ ممدوح؟ ترك لي 100 دولار بالصحن. اوف، ومن امتى كان كريم كل هالقد؟ شو بيعرفني؟ بس الباقي الي لحالي، هو هيك قالها. إيه لا حبيبي ما حذرت، البخشيش مثل العاده بيتوزع الكل، روح جيب ال 100 دولار وتعال. حاضر. العم على الخيمة، شلون مرقت عليكم الشغلة هاي؟ معلم أنا اطلعت من بعيد على الصحن، لقيت فيه 100 دولار، بس ما توقعت إنه تكون رسم أبداً. كان المفروض تتأكد قبل ما يمشي الزلمة، وأنت الثاني. المفروض ما يطلع الزبون من المطعم قبل ما يسكر حساب الطاولة على دوز بارة. هذا اللي صار معلم. شو هذا اللي صار بقى؟ أنا ما بقبل نحط تحت وحدي أبداً، ولذلك حساب الطاولة راح ينخصم من أجرتكم أنتوا اثنين. أنا مالي دخل. الحق الجرسون المشرف على الطاولة. هلأ صار ما دخلها؟
نسيت حالك وقت نويت تقاسم لك مالي ما؟ خلاص قر انت وياه بلا حكي فاضي، انا رح اشتكي للشرطه اذا رجعت المصاري كان بيها، وان ما رجعي رح اقسم على كل واحد منكم 1000 ليره، يلا على شغلكم. امرك معلم، شرف. انا قديش شفت نصابين ومحتالين بيهربوا من مطاعم، بس مثل طريقة هالزلمة لا شفت ولا عيني رأيت. بالفعل حتى انا صلي بالمصلحة 30 سنة ما مر علي هيك شيء. على كل حال ولا يهمك، هلأ خلال ربع ساعة بيكون عندي هون بالمخفر وبتاخد حقك على دوز بارة. بس انت متأكد انه ساكن هون بالمنطقة؟ هيك قالوا لي. ماشي. يا سعيد. نعم سيدي. تاخذ 2 من الشباب بتروح لعند مختار الحارة وتسأل عن عنوان الرسام ممدوح عزيز وبنرجع لهون سيدي. لا، بتروح على بيته وبتجيب لي اياه لهون، خلال ربع ساعة لازم يكون مزروع عندي هون بالمكتب. امرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام والله مو هون بيت الرسام ممدوح عزيز؟ بلا يا اخي، شو بدك منه؟ يا ممكن تفوت تناديله؟ والله صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لانه المذكور كان عمي الله يرحمه، واليوم الصبح اعطاكم عمره وبعد شوي تمسيته. لا حول ولا قوة الا بالله. العوض بسلامتكم اخي، ولا تواخذونا. بلا مؤاخذة يا أخي، شو بدكم منه؟ ما في شيء والله محرز، رئيس المخفر كان طالبه. هذا مبارح المرحوم كان عم يتغدى بمطعم الأزهار، وبدل ما يدفع الفاتورة رسم مصاري على الصحن ومشي. العوض بسلامتكم. يسلمك يا أخي. الله يرحمك يا عمي، شو كان دمك خفيف. أكيد سيدي. اسمع، عوضك بالجنة يا أستاذ. يا سيدي الله يرحمه ويسامحه، أصلاً الشغلة كلها على بعضها مو محرزة. شوف يا أخ، إذا بتحب تشتكي على الورثة نعمل لك محضر قانوني، ما عندنا أي مال. لا لا ما في داعي، يلا لا تواخذونا أزعجناكم. الله معك يا أخي. وسهلا. شكراً. ما بدك الصحن؟ طبعاً بدي أخذه وخليه عندي للذكرى. نراكم بالخير. الله معك. سلام. مع السلامة. منيح محلهم هو؟ يعني هلا ما طلع لك من ورثة عمك غير هالكم كركوبة؟ هلا اللوحات صار اسمهم كراكين؟ بعدين شو هالورثة المهمة اللي عم تحكي عنها؟ كلهم كم غرض صغير؟ بعرف صحيح حكيك، بس على القليلة كان في براد 18 قدم، كان في تلفزيون 20 بوصة، اي والله كان اجى بوقته. ما بقول لك لا، بس اخي عامر حط عينه على هالغرضين، انا ما حبيت احكي فيهم فاخذت اللوحات. أصلاً أنت طول عمرك بتستحي من خيالك، دخلك أخوك ليش ما استحى لما أخذ البراد والتلفزيون وعطاك هالكراكيب؟ هلأ رح تعملي لي هالورتة قصة وسيرة؟ إيه والله اللي بيسمعك عم تحكي هالحكي بيفكرنا ورتانين أوناسيس، مو الرسام الأندبوري ممدوح عزيز. روح عنا يا الحق علي اللي عم بحكي مشان مصلحتك، تاري كلمة الحق بتزعج هالأيام. شايفتك كتير مبسوط على هالتلفزيون. مو احسن من التلفزيون القديم اللي كان عنا؟ ايه ما اختلفنا يعني، بس من كل هالورده تبع عمك ما لحق لك الا هالتلفزيون والبراد. دخيلك انت وهالورده، اصلا هدول الغراضين احسن من كل الاغراض اللي تركهم عمي الله يرحمه. ليش حبيبي واللوحات؟ قالوا لوحات؟ اللوحات اللي كان راسمها عمك الله يرحمه. شو بقى؟ ليش تركت موفق ياخذها؟ هلأ برأيك اللوحات المدهونة أحسن من البراد والتلفزيون؟ ايه طبعاً، كنا صمدناهم على القليل على الحيطان، ما أنك شايف بيتنا كيف كله فاضي ما في ولا لوحة توحد ربا. يعني اللي بيسمعك عم تحكي هالحكي بيقول إنه حضرتك ما كنتي تتكنسي من معارض الرسم، ولك أنت شو فهمك بهالشغلات؟ مو شرط أفهم حبيبي،
ليش ان شاء الله نفكر انه كل اللي بيعلقوا لوحات ببيوتهم بيفهموا فيها؟ هي كلها شغله منظره وبهوره. صحيح، بس اللي بده يتمنظر ويتبهور لازم بالاول يكون بيته مكمل من مجاميعه وبعدين يفكر بهيك قصص، مو مثل حكايتنا. ليش شو بدنا نحن؟ لك يا عيني، بيتنا ناقص اكثر من 20 غرض، بدك يانا اخر طب الكل نعلق لوحات على الحيطان؟ إيه هذا اللي كان ناقص والله. لك يا عامر صدقني انا عم بحكي مشان مصلحتك. معلش عيني، ريحي حالك، مصلحتي بعرفها منيح انا، نسيني. خلي لك يا هون ولا اقلب على برنامج الحيوانات. يا استاذ يا استاذ، شو دور فايت؟ فايت لجوا عم ببنى. ايه بس وقت المراجعات انتهى. ايه بس انا ماني فايت مراجعه، انا فايت زياره لعند موظف. اي اهلا وسهلا فيك، ممكن اعرف مين هالموظف؟ هو الحقيقه انا ما بعرفه بشكل شخصي، بس قالوا لي انه بيشتغل هون. ايه اصبح اعطيني اسمه لحتى ادل لك وين بتلاقي. اسمه موفق عزيز. موفق عزيز؟ انت متاكد؟ طبعا. طيب شو بدك منه؟ هلا شغلتك هي، انت دلني وين بداوم وصلى الله وبارك. يا سيدي بداوم هون. هون عندك بهذا المكتب؟ ايه نعم، انا موفق عزيز. تشرفنا، انا عادل عديل صاحب محل لوحات وتحف. اهلا وسهلا فيك، تفضل شو بقدر اخدمك؟ قبل كل شيء مو حضرتك ابن اخوه للفنان المرحوم ممدوح عزيز؟ اي نعم انا ابن اخوه. معناتها وصلت. شوف اخي، الموضوع باختصار انه بعد وفاة المرحوم صارت لوحاته مطلوبة شوي بالسوق زيادة عن الاول. سمعت هالشي، مع انه المسكين وهو عايش كان يتمنى يبيع لوحة واحدة من لوحاته وما كان يقدر. المهم سمعت انه عندك 4 لوحات من لوحات المرحوم. صحيح، هدول طلعوا حصتي بالورتة. طيب يا ترى عم تفكر تبيعهم؟ بصراحة ما فكرت ببيعهم. شوف اخي، إذا ناوي تبيع أنا بشتريهم منك وبكارمك بالسعر مزبوط. يعني شو بيسو تقريبا؟ ما فيني أحكي قبل ما أشوف اللوحات. طيب شرف معي على البيت لحتى فرجيك يا هلا؟ طبعا، دق الحديد وهو حامي. طيب أنت ما عندك دوام؟ بلا عندي دوام، بس أنا هون مراقب دوام، وبالنسبة لدوامي ما في مين يراقبه. ظاهر عجبوه ما هيك؟ قول إن شاء الله. بس قولي قلبك ما تطلب سعر رخيص. هلا ما بدنا نهرب الزلمة شو ما دفع منيح. ايه يا أخي، أنا مستعد أخذ هدول اللوحات 4 دفعة واحدة، بس لا تكرمني بسعرها. مو على عيني وراسي، إن شاء الله ما بتطلع من هون إلا رضيان. قديش بدك باللوحة؟ حوالي 60,000. 60,000؟ ايه نعم. اسأله، امبارح إجا واحد دفع لنا بالوحدة 50,000. ما بعنا. يعني أنا بحسن أدفع 55,000 بالوحدة. الحقيقة ما منقدر، ما منقدر نبيعهم بأقل من 60,000. ماشي الحال، اتكلنا على الله. شو يعني؟ يعني وافقت ولا بدكم ترجعوا بكلامكم؟ لا أعوذ بالله، شو نرجع بكلامنا؟ ماشي الحال، هاي شيك ب240,000، بس إذا سمحت يا ريت تعمل لي ورقة تنازل عن اللوحات. على عيني يا أخي. فردوس جيبي لي ورقة وقلم لحتى أكتب له التنازل. حاضر. عامر، يا عامر. شو بك؟ ليش عم تعيطي؟ دريت شو صار؟ خير، شو في؟ أخوك موفق باع اللوحات. أنو لوحات؟ لوحات المرحوم عمك شبنا. شو يعني؟ بجوز متضايق على قرشين انا باعهم. يا ستي انا بعتبره محظوظ انه لقى حدا يشتري هيك لوحات. لك يخزي العين عنك، حولك وحواليك شو فهيم. طيب ما بدك تسالني حبيبي قديش باعهم؟ بقديش يعني؟ ب60,000. شو هالحكي؟ مستحيل. العمى بعيونه على الحظ. يعني وقفت اللوحه ب15,000؟ لك تقبر قلبي إن شاء الله. اللوحة الوحدة باعها ب60,000 ليرة، يعني الأربع لوحات طلع حقهم 240,000 ليرة سوري عدا ونقدا. لك عليا شو عم تحكي؟ أنت بتأكدين هذا الحكي؟
هاي جيتي من بيت اخوك؟ كيف صار هيك؟ نحن وقت وزعنا اغراض عمي بيناتنا قدرنا كل اللوحات ب20,000 ليرة. لك دخيلك انت وتقديراتك الجهنمية اللي فتقتنا فيها. قال لحق لي البراد والتلفزيون وترك 240,000 ليرة. لك حرام كنا ناخذ هاللوحات ونتنعم فيهم نحن. يا عليا، المرحوم وقت كان عايش كان يبيع اللوحة ب5,000-6,000 بالكتير إذا باع. شلون نط السعر ل60,000؟ ما عم بفهم. هلأ لا تتحجج حجج ولا طعمي عامر، انت بصراحة ني وتشتوش وما بتعرف تخطط. ايه اصلا كل عمرك هيك متسرع وسطحي وما بتحسبها لقدام. هلأ لا تزيدي على قلبي انت التاني، خلص هذا اسمه نصيب نصيب، الله من عنده مكاتب لنا. لك بدل ما تحكي هالحكي قوم قوم اتحرك نطلع عند اخوك وطالبه بنص المبلغ. ها وشو المناسبة اني طالبه؟ بمناسبة انه القسمة ما كانت عادلة من جهتك. روح رجع له البراد والتلفزيون وطالبه ب 120,000 ليرة. ما بظن اخي يقبل. لا سيدي بده يقبل، اصلا المفروض هو لحاله يتحسس ويعطيك حصتك، مو يبلع الوردة ويطنش. لك روقي روقي شبك انبحتي، خليني افكر كيف بدي افتح معه الموضوع. الشغلة مو هيك، بدها شوية تخطيط. إذا خيلك تقبر قلبي فكر وخطط قد ما بدك، أصلاً ما رح يجيب أجلنا على أهون سبب إلا التفكير العظيم تبعك. فكر حبيبي. شفت شلون؟ بالأول ما كانت عجبتك الحصة، كان بدك البراد والتلفزيون. لك يا لطيف قديش كنا ندمنا لو أخذنا نحن البراد والتلفزيون وعامر أخذ اللوحات وباعهم بالسعر. لا حبيبي ما كنا ندمنا، لأنه أخوك على قد ما هو ذكي وحربوق كان رح يبيع اللوحة مثل ما أنت كنت بدك تبيعها ب6,000. بقى لا تنسى أنه باعوا اللوحات بهالسعر بشطارتي أنا. بشطارتي؟ يعني مو بشطارة المرحوم اللي رسم وتعب وسهر الليالي؟ لا سيدي مو بشطارته، أصلاً لو كان عايش ما بيحلم يبيع لوحة من لوحاته بربع هالسعر. والدليل أنت كنت رح تطلب فيها 6,000، لو ما أنا لحقتك وسكتك كانوا راحوا اللوحات بتراب المصاري. على كل حال كتر الله خيرك يا شاطرة. صدقني ما عم بفهم عليك، صار لك ساعة عم تاخد وتعطي معي وتقرب وتبعد وما عم تفهمني شو القصة. ليش ما بتفوت فورا بالموضوع وبتخلصني من الهم؟ بصراحة أخي أنا حاسس إنه بيطلع لي عندك تعويض. تعويض شو؟ تعويض عن الخطأ اللي صار بالتقدير. تقدير شو؟ تقدير الورثة. يعني انت الله يتم عليك بعت اللوحات ب240,000 ليرة، وانا شو طلع لي؟ براد وتلفزيون مستعملين وما بيطلع حقهم 20,000. ايه وانا شو دخلني؟ انا ضربتك على ايدك وقلت لك خذ البراد والتلفزيون؟ لا طبعا ما ضربتني، الحق علي انا. ها؟ يعني انت اخترت بإرادتك؟ هاي اولا. ثانيا اللوحات انباعوا بهالسعر هيك بمحض الصدفة ولا لا؟ ليش بمحض الصدفة؟ من شطارة مرتي ومهارتها، هي شلفت السعر والشاري رضي فيه. ما اختلفنا، كمان مرتي بتعجبك وشاطرة بالشلف، يعني لو كانوا اللوحات عنا واجتنا بيعتهم كان ممكن تشلف أكتر. انت ما بتعرف لمرتي قد شليفة ما في. طيب بهيك حالة لو كنت انت بايعهم كنت عطيتني تعويض؟ ايه طبعا بعطيك، يعني بدها اتنين يحكوا فيها، ما احلاني يكون بايعهم وما اعطيك. طيب وقديش بدك مني تعويض هلا؟ أخي نص بالنص، يعني أنت بتاخد غرض من اللي عندي وبتعطيني منك 120,000 ليرة، وهيك بتكون الاسمة عادلة. 120,000؟ لا حبيبي ما حذر، وهيك تخنت شوي، هذا المبلغ من حقي أنا، بس ممكن يطلع من خاطري أعطيك شي 10,000 ليرة. شو 10,000؟ بس 10,000؟ حبيبي هذا اللي بيطلع من خاطري. هيك بتصدمني كتير. شو بدي أعمل لك إذا كان حظك هيك؟ طيب هات 10,000. لك مو معقولة واحد غيرك كان لحش العشرة آلاف ليرة بخلقته؟ معقول انت عامر قديش نفسك بنية؟ لك من 120,000 ليرة بترضى تاخذ 10,000؟ شو بدي ساوي يعني؟ هدول اللي طلعوا من خاطره. لك يكسر خاطره إلهي قديش وطمعوا بالهموطي. بس شو بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ الحق مو عليه، مو عليه أبدا، الحق عليك انت اللي سكت له وخليته يركب على ظهرك. بالفعل عامر انك طلعت ني وتشتوش فوق اللزوم وما بتعرف تطالب بحقك. تعرف؟ بتعرف إذا ما لحشت له 10,000 ليرة بخلقته؟ والله ماني قعدت لك بالبيت ولا دقيقة. بس يا عليا لا تبسبس عامر، لا تطققني، سمعت شو حكيت معك ولا عدلك وقفت لك. خلص خلص روقي، بكرة بروح لعنده. لا مو بكرة، اليوم اليوم وهلأ كمان. ولك خلصنا بقى العمى ضربي، شو صاير ما عاد لي كلمة بهالبيت يعني؟ عم قلك بكرة يعني بكرة خلصنا.
شو في رد علي؟ من شان الله تركي بهمي. شو صاير فهمني؟ لك اكلنا كلمة مرتب بهالبيعة. خير شلون اكلت الكلمة فهمني قول. لك الرجال اللي اشترى مني اللوحات باع اللوحة الوحدة ب 250 ألف ليرة. معقولة؟ ايه سيدي معقولة ونص. يعني الزلمة راح يبيع الأربع لوحات بمليون ليرة سوري. قال مفكرين حالنا شاطرين وشلفنا شلفة فوقانية بالسعر. ايه تضرب مرتي على هيك شلفة. والله شي بيحط العقل بالكف. طيب شو اللي خلى أسعار المرحوم قصدي أسعار لوحات المرحوم ترتفع كلها هالقد؟ ايه شو بيعرفني؟ هلأ المهم نحن نستغل هيك فرصة منيح. كيف يعني فهمني؟ يعني طالما المرحوم ضارب سوقه بهالكام يوم، شو رأيك نروح على بيته اللي كان مستأجره ونبحبش بكراكيبه وغراضه إلا ما نلاقي لنا شي لوحة مشروحة هون أو هون. وبينباعوا معنا؟ ولك ما في شي ما بينباع. اترك هالشغلة علي. وشو بيطلع معنا؟ بالنص أنا وياك. شو رأيك بقى؟ موافق. خلص لكن خلينا نروح ندق الباب على صاحب البيت وناخد المفتاح منه قبل ما يتأجر البيت. طيب ودوامك؟ لك شو بدك بدوامي؟ انا هون معي المراقب دوام وهدول نسيانين يحطوا مراقب علي. هم لاقي تاكل لقطات هون. يا سيدي منيح اللي اقتنع معنا صاحب البيت وعطانا المفتاح. هلا ليش انت كنت شاكك انه ما اقدر انعه؟ هلا لا تخلينا نضيع وقت، خلينا نجرد هالبيت جرد وشو ما طلع معنا منيح. انت فوت على هالغرفة وانا رح روح على الغرفة الثانية. شو صار معاه؟ ما لقيت غير هاللوحة ومو مكملة. العمى فعلا ناقصة ألوان هاي. طيب شو رأيك نحن نكملها؟ لك شو جنيت أنت؟ بتعرف إذا منلونها ما بتنباع معنا بليرتين؟ خلينا نروح نجرب نبيعها على وضع الراهن. طيب وأنت شو لقيت؟ شوية ورام خربش عليها عمك الله يرحمه. وقولك خربشت عمك تنباع؟ ما نحاول نبيعها، شو خسرانين يعني؟ وين رح ندور كمان؟ مندور على السقيفة. السقيفة فاضية. شو عرفك انت؟ وقت اللي عملنا الاسمة طلعت دورت ما لقيت فيها شيء. ايه كان خلينا نمشي. كفاها الله اليوم تعبنا كثير. شرف شرف. يا سيدي هاي 100 وهي 50,000. ايه بس مو قليل 150,000. 150 قليل؟ شو بنا استاذ موفى؟ ايه لا تنسى انك بعت اللوحة الوحدة ب 250,000 ليرة. هدين غير وضع، هدينك لوحات كاملة، بس هي اللوحة ناقصة، مشان هيك خسرت لكم اياها ب 100. طيب الله يخليك، الله يوفقك، اعطينا شي 100,000 حق هالدفتر. يا استاذ موفق، انا الدفتر حسبت لكم اياه ب 50، وبصراحة هذا بجوز ما لاقي له راغب، فمشان هيك انا اخذته منكم لانكم صرتوا زباين المحل. هلا معقولة الشخبرة تبع الفنان ممدوح عزيز حقها 50,000 ليرة بس؟ والله، إذا مو عاجبكم السعر اعرضوه على شر غيري. انا عم بعطيكم سعر ما بتاخذوا مثله بكل السوق وربي يشهد. لا اخي لا موافقين موافقين ان شاء الله مبروكين عليك. الله يبارك فيكم. واذا طلع معكم شيء تاني من مخلفات المرحوم انا مستعد اشتري. ماشي الحال بس حضرتك عم تجور علينا كثير ها لانه كل هالشغله ما جابت همها. يا سيدي منعوض لكم اياها مره تانية ان شاء الله. طيب ماشي الحال يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. الله معكم. ما مريت معكو على أساسها بتتعبوا كتير. إيه الله يرحمك يا ممدوح عزيز. انت ليش لحتى تاخد اخوك؟ ليك وشاركك النص؟ لا تجننيني. شو بدي اعمل يعني؟ مالك شايفتي كيف عم ينق؟ لك ينق ليشبع، انت ليش تاخده؟ ماشي الحال هذا اللي صار.
يعني ما كفى لأخوك 240,000 ليرة اللي لهتهم، كمان قاسمك على هالمبلغ؟ يا عليا، أنا وأخي متفقين من الأساس النص بالنص، فهمي بقى. لا تواخذني تقبرني، هلأ فهمت. خليك ماشي ورا أخوك لشوف لوين بده يودينا. شفت؟ شفت إنك ني وتشتوش ومين من كان بيستوتي حيطك؟ وبتتذكر وقت كنا واقفين بالعزا وإجا الشرطي وسأل عنه؟ لك إيه إيه، وقت شو قال؟ قال إنه عمك راسم على صحن فاضي 100 دولار لأنه ما كان معه يدفع بالمطعم. والله صحيح، العمى شلون راحت من بالنا هالشغلة؟ يعني قولك هذا الصحن بينباع؟ لك إذا دفتر الخربشة تبعه انباع، هيك لوحة فنية ما بتنباع؟ امشي لقلك امشي. لحظة، حافظ اسم المطعم؟ اسمه مطعم الأزهار، بعد لقلك. قلنا لحالنا لازم نبري ذمة المرحوم ونوفي عنه كل ديونه. يا سيدي الله يبارك فيكم ويسلمكم. ودرينا كمان انه عمي الله يرحمه اجى لعندك على المطعم تغدى وما كان معه يدفع الفاتورة. ايه نعم، يوم رسم على الصحن 100 دولار ومشي. الله يرحمك يا عمي، يا لطيف قديش كان له نهفات. تعيش. وقديش كانت الفاتورة يا ترى؟ على ما اذكر 2000 ليرة. على عيني. تفضل. هي 2500 والله يخليك سامحه للمرحوم. يا سيدي انا سامحته من يوم اللي دريت انه توفى. والله يبارك فيكم لانه فعلا ذكرته هيك شغله. ايه الدنيا لسه بخير. طبعا، وبيقول المثل ان خليت خربت. صحيح. وقلنا عندك طلب بسيط شوي، يا ريت ما تخجلنا فيه. طلبكم على عيني وراسي. جايين ناخذ الصحن من عندك، نوع من الذكرى يعني. ولو اني كنت حابب احتفظ بالصحن بس تكرم بيضل المرحوم عنكم. عن اذنكم لحظة. يا سيدي تحفة، تحفة فنية هالصحن، بس ما بعرف اذا ممكن لاقي له زبون. انت ما بينخاف عليك، راح تلاقي له 1000 زبون. يعني انتو بتكون تبيعوه؟ ايه طبعا بنبيعوه. وقديش بتكون فيه؟ انت قديش بتدفع؟ مرحبا. اهلا. كلمة واحدة 100,000. لا عمي، هيك ما بتوفي معنا بنوم. هات الصحن اذا بتريد. ايه طولوا بالكم، خلينا نتفاهم. اخي نرفعهم كمان 50. انا اقل من 400,000 ليرة سوري مستحيل بيع. ايه لا، كترتوا علينا كتير، الصحن ما بيسوى هيك شي بنوب. لا حبيبي، في كتير غيرك مستعدين يدفعوا هالمبلغ. اخي اخر كلمة، انا بدفع فيه 200,000، 100 الك و100 للاخ، وغير هيك ما عندي حكي نهائيا. 400,000 ليرة ما بينقصوا ولا مليم. فكر بالموضوع منيح واتصل فيني قبل ما اتصرف فيه. لا عمي، تصرف فيه وخد راحتك. انا بالنسبه لي ما راح افكر بالموضوع نهائيا. بقى انتم فكروا على مهلكم وردوا لي خبر. ماشي الحال، يعطيك العافيه. الله يعافيك. لحظه، خلينا نتفاهم. على شو بدنا نتفاهم؟ ليش ما قبلت بال200,000؟ يا حبيبي اتركه، لسه راح يدفع اكثر من هيك. لا ما راح يدفع اكثر من هيك اخي، ان شاء الله عمره ما يدفع. اتركه للصحن، انا ما انا مستعجل على بيعته. بالله انا مستعجل ولازمني مصاري، والمبلغ اللي دفعه بيناسبني. الله يخليك يا عامر، اتركها لهالشغله علي ولا تتدخل فيها، وبلا لك وجعة هالقلب. شلون يعني ما اتدخل؟ انا شريكك بالنص وإلي كلمه مثلي مثلك. شريكي وقت القبض وبس، بس موضوع البيع والشراء هي شغله مو شغلتها. لا حبيبي، شغلتي ونص، وهلا بدي بيع الصحن. هلا لا تتنح وتيبس راسك، اتركني اشتغل على مهلي. لا انت لا تعمل لي فيها ابو علي وتسوق فيها، مو كل مره تسلم الجره. هات الصحن. اترك الصحن، شو صار لك يا عامر؟ ما صار لي شيء، بدي بيعه. هاته. لك يا اخي خلص، بنتفاهم بالبيع. هون بدنا نتفاهم وهون بدنا نبيعه. خلصني بقى، هاته. لك خلص بقى، خلص بقى، ما راح اعطيك اياه لو بتدق راسك بالحيطان. قلت لك بدي اخذه وبيعه غصبا عندك. لك ما راح تاخده الا على جثتي. لك خذ. لك يا خسارة الفن لما بيوقع بين ايدين ناس من امثالكم.